زي ما اتفقنا ممكن نستخدم worksheets او sheets علشان نضيف اوراق عمل. تعالوا نضيف شكل ونقول له assign macro new. الشكل ده عايز لما ادوس عليه يضيف chart sheet. طالما هضيف sheet اي نوع غير worksheet يبقى لازم استخدم sheets.add، واجي في التايب اكتب التايب اللي انا عايزه XL chart. طبعا ينفع اكتب بالطريقة دي وينفع اكتب type colon equal XL chart. كده يبقى انا لو دوست على الشكل ده عمل لي worksheet نوعها chart sheet. وانا بستخدم add method، الهنت اللي بيطلع ده بيقول لي ان add method ممكن تاخد لغاية 4 معلومات، ودايما القوس المربع معناه ان المعلومة دي اختيارية، يعني ال4 معلومات معلومات اختيارية، يعني ممكن تستخدم اد بدون اي معلومة وتشتغل. هتضيف worksheet واحدة ونوعها worksheet. طيب تعالوا انا عايز اضيف ورقتين عمل، يبقى عندي count كتبت 2. انا دلوقتي عندي chart و2 sheets، لما دوست على الشكل اصبح عندي، لو كبرنا الملف اصبح عندي 4 اوراق عمل. ازاي اشاور على ورقة من اوراق العمل دي علشان مثلا اغير اسمها؟ يعني انا عايز شيت 2 اغير اسمها الى VBA. ممكن استخدم الاندكس، والاندكس هو رقم تسلسلي من 1 1 2 3، وبيبدأ من الشمال بترتيب اوراق العمل. هنا ملوش اي علاقة، هنا يعني شيت 2 هنا ظهر ان هي رقم 3، لكن شيت 2 هنا ظهر ان هي التانية. فانا لو بستخدم شيتس وعايز اشاور على ورقة العمل اللي اسمها شيت 2، عندي طريقتين علشان اشاور على عنصر من كولكشن، من مجموعة، بين قوسين، يا اما بحط رقم العنصر يا اما اسمه. يعني انا ممكن اكتب شيت 2 بالشكل ده، طبعا dot name equal VBA. يبقى أنا لو دوست دلوقتي على الشكل ده sheets dot sheet 2، يبقى أنا لو دوست دلوقتي على الشكل ده هيغير اسم sheet 2 إلى VBA. طيب عايز أغير VBA لاسم تاني وليكن index، بس المرة دي مش عايز أكتب الاسم هنا، عايز أكتب الاندكس. أنا بستخدم sheets، فشيتس بتشوف التشارت يبقى هو 1، في بي اي هيبقى هو 2، يبقى انا الاندكس بستخدمه بترتيب اوراق العمل هنا. يعني لو جيت هنا بدل ما اكتب الاسم كتبت رقم 2، في بي اي از فان، نفس النتيجه. يبقى انا اقدر اشاور على اي ورقه عمل باسمها بشرط ان يبقى 2 كود او بالاندكس، والاندكس بعد من شمال. نفس الورقه اللي اسمها VBA is fun عايز اغير اسمها بس بدون ما استخدم شيتس، عايز استخدم ورك شيتس. ورك شيتس لو قلت لها 2 دلوقتي يبقى انا بتكلم عن الورقه اللي اسمها شيت 4. ليه؟ لان ورك شيتس ما بتشوفش التشارت. طب تعالوا كده نجرب. يبقى الورقة دي بالنسبة لورك شيتس هي رقم 1، لأن ورك شيتس مش بتشوف التشارت. بالنسبة لشيتس هي رقم 2. الملف ده لو استخدمت شيتس علشان أعد ورق العمل هيقول لي 5، لو استخدمت ورك شيتس هيقول لي 4. تاني بنأكد ورك شيتس ما بتشوفش غير الورك شيت، لكن شيتس هي اللي بتشوف حتى التشارت والماكرو شيتس.